اضاف على الكوريكولم وهو ما كانش موجود قبل كده. السبب في الاضافه ان احنا يعني ساعات بنعمل كورسات كتيره للجماعه اللي هم بتوع البيدياتري، ومن ضمن الحاجات اللي هم كانوا دايما يسالوا فيها ولانها بتقابلهم كتير جدا هو الكلام اللي احنا هنقوله النهارده، which is very important الحقيقه، ويقع عليه يعني جزء كبير جدا في الامتحانات. اي حد ممكن يقعد في بوريش هيشوف المناظر دي، يعني مش كل يوم، كل ساعه هيشوف المناظر دي. واحنا الحقيقه الفهم بتاعنا ليها والاسباب بتاعتها وكده كان مختلف تماما. احنا دايما متخيلين ان اي واحد بيتولد ويكون عنده نزيف في المخ يبقى وهو بيولدوه كسروا دماغه ومش عارف عملوا ايه، which is wrong، ما هوش ده هو القضية كلها. فاحنا عندنا يعني مش هنخوض في التفاصيل اللي احنا قلناها في المخ الكبير، لكن هنجيب سيرتها. بس هنتكلم النهارده in particular على الحاجات اللي تخص الأطفال والنيونيتس. وزي ما انتم حاسين تقريبا يعني ان دلوقتي البيدياتريك راديولوجي بيتقسم اسمين كبار جدا اللي هو نيونيتال راديولوجي والراديولوجي بتاع الناس اللي اكبر من كده، لان الشخص اللي هو لسه مولود حالا ليه وضع مختلف تماما عن الشخص اللي كبر شوية بعد سنتين ثلاثة وكده، واللي هو سنتين ثلاثة ده مختلف تماما عن الراجل الكبير. فأصبح في تفاصيل كتيرة جدا، وزي ما أنا بقول لك طول ما أنت لسه ما دخلتش الامتحان طول ما أنت بيتحط عليك أعباء جديد، لكن لما تخرج من الامتحان بتبقى at luxury، تعرف الحاجة دي أو ما تعرفهاش مش قضيتك يعني، إلا إذا كنت أنت in front في المشكلة. If you are working in a radiology department في pediatric hospital فأنت معرض عرضة كاملة يوميا لكل المشاكل بتاعت الأطفال اللي you have to know. أما لو كان كل مثلا أسبوع معدي عليك طفل فأنت مش لازم تدخل في الموضوع دوت بعمق شديد. أما لو أنت بتمتحن فأنت طبعا ملطشت الجماهير كلها وأنت معرض لهذا في كل ما تروح في حتة وكل امتحان. ولو انت لاحظت هتلاقي ان about 60% of اي exam بالذات الاكزامينيشنز الكبيرة اللي هي دكتوراه وانت طالع مكونة من بيدياتريك ايميجينج، لان البيدياتريك هو اصعب واحد فيهم واكتر واحد فيه مشاكل واحسن واحد يعمل حيل وحاجات في الامتحانات. فأي حد يلاحظ كده هيلاقي إن ما لا يقل عن 60% من الامتحان هو عبارة عن بيدياتريك راديولوجي. الجماعة بتوع لسه مولودين أو خلافه لما نيجي نعمل لهم سي تي فينطبق عليهم نفس المشاكل بتاعة الناس الكبار. لو كنا ناويين نحن صبغة فهيصوم، لو كنا مش ناويين نحن صبغة فمش هيصوم. وحضراتكم عارفين دلوقتي ان احنا كل الناس لازم تعمل سي تي من غير صبغة الاول، وبعدين حد محترم بيفهم يكون قاعد على الجهاز يقول ده خلاص كفاية عليه كده، يقول لا ده لازم يتحل صبغة دلوقتي. معنى كده ان معظم الناس دي لازم تيجي صايمين اصلا الا الناس الامرجنسيز اللي احنا هنتكلم عليهم بعد شويه. لما نيجي نعمل سي تي للنيونيت او للطفل الصغير فاحنا بنعمل زي الكبير سكالوجرام، وبعدين نبتدي من السكال بيز ونطلع للفيرتكس، والسكشنز هنا بتبقى كل 5 مللي في الناس اللي هم اقل من سنه وكل 7 مللي في الناس اللي هم اكتر من سنه. لما بتطلع الصور زي وزي الكبير فانت عندك انا متكلم دلوقتي في السيريبرو باسكولار ستروك بعد لما خلصنا التيومرز وخلصنا النيورونال مايجريشن والولولو الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ان يو ار كونفرونتد بواحد من اثنين، يا اما حاجه بيضه معناها ان في هيمرج،
يا اما حاجه سودة معناها ان في انفارش. ويوجد في هذا تفاصيل كتيره هنتكلم عليها بعد شويه. ايه اللي بيخلي الهيموريج ابيض والانفاركشن اسود؟ اللي هو the CT density او the attenuation value، لان الحاجات ديت لازم طبعا دلوقتي وانت في نهايه الدبلومه تكون حافظهم صم. السي اس اف بيقرا من 0 ل 15، والفات بيقرا ناقص 200، والهواء بيقرا ناقص 300 400 500، والنورمال برين تيشو بيقرا من 30 ل 40. الحاجات السوداء اللي هي بتقرا اقل من 30، والحاجات البيضاء هي اللي بتقرا اكتر من 40. واشهر الحاجات السوداء هو الانفاركشن اللي هو بيقرا في حدود 25 هاون سيد يونت، البرين اديما اللي هي حوالي 20، والسيست according to the contents. واستفدنا كتير جدا في الايمجينج اوف انتراكرينيال سيست، وجبنا سيرتهم بالتفصيل في الكبار والصغار. الحاجات البيضاء هم اتنين بس، الكالسيوم اللي هو زي دوت كده وكلمنا عليه في الكونجنتال انتراكرينيال انفكشن وشرحناه بالتفصيل الممل، والهيموريج. والهيموريج كلمنا عليه في الناس الكبار وقسمنا وعملنا ورحنا وجينا. في الغالب مش هندخل في تفاصيل جامدة جدا اللي احنا قلناها بالنسبة للكبار، لكن هنريفير الى الحاجات اللي هي بتحصل في الاطفال الصغيرين. عندنا الحاجات ده هي اللي احنا عاوزين نتكلم عليها، اللي هما نمرة واحد and this is very important، اول ايشو ده اللي هو hypoxic ischemic encephalopathy، وبعدين non accidental trauma يعني head injury او برين انجري ما حصلش نتيجه حادثه، ودوت مشهور قوي تحت اسم الشيكن بيبي سيندروم او بيتر ذا بيبي سيندروم، اللي هو الطفل اللي اهله بيعذبوه او الخدامه بتعذبه او حاجات زي كده، او الواحد اللي اهله بيهشتكوه شويه فجابوا له نصيبه. وعشان كده مكتوب دلوقتي في الليترشر ما تهزش الولد تحت اي ظرف من الظروف مهما كان، ما تهشتكش الولد يعني ولا تعمله كده ولا كده، تجيب له مشكله جامده جدا جدا في المخ. وغالبا الناس دولت لما بتحصل المشكله ديت ويروح المستشفى الولد لانه دخل في كوما او 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 او، ما حدش بيستجري يقول ان انا كنت بهشتك الولد، والا هيروح في نصيبه هو كمان. فدايما الهيستوري بيبقى فيري فيج، وبالتالي ما بتقدرش تحط ايدك على اصل المشكله. فهنقول شويه حاجات في كده. بعدين التروما زيه زي الكبير، التروما جابت له ايه؟ بديورال هيماتوما وسب ديورال هيماتوما ورور 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 زي ما انت عاوز، مع بعض الحاجات اللي هي سبيسيفيك فور ذا بيدياتريك ايج جروب. وبعدين فاسكولار انتراكرينيال ليجنز زيه زي الكبير، يعني الطفل بيجي له انيوريزم، بيجي له ارتيري فينس مالفورميشن، بيجي له كافيرنس هيمانجيوما، بيجي له مويا ديزيز، بيجي له كل الحاجات اللي هي بتيجي عند الناس اللي ايه، عند الناس الكبار. الموضوع الرئيسي الكبير جدا اللي هو موجود في كل الكتب اسمه نيونيتال انكيفالوباثي. والحقيقه انا يعني شقيت جدا عشان اظبط المحاضره دي بالوضع اللي انا هقوله لك عليه، لان كل الكتب مش كاتباه بالطريقه المتسلسله ورا بعضها. يبتدي يقول كلام وبعدين يفط على حتة تانية وبعدين يرجع مرة تانية، بحيث انك انت مش عارف تمسك الموضوع راسه من رجليه. فالنيونيتال انكيفالوباثي ده برود تيرم، لكن الهايبوكسيا والاسكيميا اللي هو هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي جزء من النيونيتال انكيفالوباثي. والنيونيتال انكيفالوباثي ممكن يكون سببه حاجات كتيرة جدا، تروما وانفكشن ورورو، قول زي ما انت عارف. And the incidence of this HIE اللي هو hypoxic ischemic encephalopathy حوالي 6 في 1000. هم بيقولوا كده 6 في 1000. فلو انت عندك الـ قاعد في مستشفى بوريش بيخش في اليوم الواحد 4000 طفل، فانت عندك 24 واحد بتشوفهم في اليوم. بس انت العدد دوت اقل بكتير جدا من اللي احنا بنشوفه في مستشفى الاطفال، يعني ممكن تشوف 300 واحد 400 واحد حاجه زي كده من الناس اللي عندها هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي.
كل الناس عارفة إن كلمة هايبوكسيا معناها decrease oxygen، هايبو يعني تحت، أوكسيا يعني أكسجين، وإسكيميا معناها decrease blood flow، يعني الاتنين مع بعض يعني يبان كأنهم واحد، لكن الهايبوكسيا is reversible، يعني لو أنت حشت السبب يرجع تاني. أما الإسكيميا فليها حدود، الإسكيميا في وقت معين ممكن تبقى reversible وبعد فترة تبقى irreversible، يعني حصل irreversible brain damage. الوضع بقى مختلف ما بين الولد اللي هو preterm يعني اتولد قبل ميعاده، والولد اللي هو full term يعني اتولد في ميعاده. ده عنده مشاكل مختلفة تماما عن المشاكل بتاعة الترم. الواحد اللي هو فول تيرم انفنت بيبقى عنده المشاكل دي، الاسكيميا ما يعرف بجلوبال اسكيميا او كورتيكال اند سب كورتيكال انفاركشنز، باراساجيتال ووتر شيد انفاركشنز، كل ده هنقوله بالتفصيل الممل، ان فوكال اسكيميا. يبقى الراجل اللي هو مش الراجل العيل اللي هو فول تيرم هيجيله اسكيميا، العيل اللي هو فول تيرم هيجيله اسكيميا، والاسكيميا معناها decrease blood flow to the brain tissue resulting in يا اما focal infarction يا اما global ischemia، يعني كل المخ مات، وده بيحصل كتير قوي في اللي عندنا. اما اللي مولود قبل ميعاده اللي هو البري تيرم اللي هو 34 او 33 اسبوع، فالمشاكل بتاعته مختلفه، بيجيله الكلام دوت بيري فنتريكولار لوكوماليشيا، جيرمينال ماتريكس هيموريج، انترا فنتريكولار هيموريج، اند انترا سيريبرال هيموريج. اول سؤال يجي في بالك، ازاي الهايبوكسيا والاسكيميا تعمل هيموريج؟ دي اول حاجه الواحد لازم يستوعبها. احنا بنقول الديزيز الاصلي اسمه ايه؟ اسمه هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. مفهوم كويس قوي ان في الطفل هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي يجي له انفاركشن واحد او اتنين او تلاتة او كل المخ، لكن يجي له هيموريدج ليه؟ تفتكر لو جاله هايبوكسيا او اسكيميا يجي له هيموريدج ليه؟ نعم؟ ايوه، مين اللي بيتكلم؟ طيب كويس، بتكلم من بطنك عشان كده مش شايف. And this is ده السبب فعلا، زي ما هي بتقول كده، ان زي ما التيشو بيجي له اسكيميا the blood vessels بيجي لها اسكيميا، وبالتالي ال blood vessel الاسكيميك وول بيربشر، وبالتالي يحصل للواحد نزيف. احنا بقى لما يجي لك طفل وعنده نزيف في المخ، اول حاجه تفتكرها ان ده كان obstructed labor، وان هم جابوا الفنتوز وشدوه وان وان وان، فالهيموريج ده is secondary to trauma which is wrong. الهيموريج اللي انت شايفه دلوقتي السكندري تو اسكيميا، نتيجه اسكيميا اوف ذا وول اوف ذا بلاد فيسلز اللي ادى الى هذا النزيف. عشان تعرف ليه ده بيحصل كده وليه ده بيحصل كده، لازم تعرف الرسمه دي. الرسمه دي معموله على الانترنت، بيوري لك اللي هو البري تيرم البلاد فيسلز الاند ارترز بتكون فين، والفول تيرم البلاد فيسلز الارترز بتكون فين. وهو بريتر عليكم السلام، بتكون الاند ارترز جنب الوول اوف ذا فنتركل، بتكون الاند ارترز جنب، عشان كده كل المصايب بتحصل ادجيسنت تو ذا فنتركل. اما الاند ارترز في التيرم بتكون في النص اللي هي ما بين الجراي والوايت ماتر، وعشان كده كل المشاكل يا اما تحصل في النص يا اما لبره، يعني على الكورتكس اوف ذا برين. من هذا المنطلق هنبتدي الاول الراجل اللي هو الطفل، قصدي اللي هو فول تيرم. الطفل اللي هو فول تيرم حصل له هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي، بيحصل ازاي؟ بيحصل نتيجه ديكريز اوكسجين ليفل او ديكريز بلاد فلو لاي سبب من الاسباب، obstructed delivery، مش عارف الحبل لف على رقبته، الست ام نفسها جالها سيفير هايبوتنشن، قول زي ما انت عاوز. المهم حصل لهذا الشخص انه حصل له هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي، وعلشان الاثنين هم ريليتد لبعض
يعني ما تقدرش تفصل الهايبوكسيا من الاسكيميا، فحطوا الاثنين جنب بعض على اساس انه في الغالب ممكن يبتدي الاول هايبوكسيا بعدين يبقى اسكيميا، وممكن يبتدي اسكيميا على طول من اول القضيه، وفي كلا الحالتين الاند ريزلت هتكون متشابه. ايه اللي بيحصل؟ ان الابجر سكور بيكون منخفض. ايه هو الابجر سكور ده؟ هو عباره عن شويه حاجات بيشوفوا بيها الفيابيليتي بتاعه الطفل، اللي هو الهارت ريت وريسبيراتوري ايفورت واللون بتاع الجلد ودرجه الوعي او الاليرتنس، المسل تون والصريخ والبكاء يعني والجعير. هم دولت الحاجات اللي بيقيسوا بيها، وبيدوا درجات بقى ويقول لك ده ابجر سكور كذا وده كذا، والكلام ده كله دوت هو اللي بيقيسوا بيه اذا كان الولد دوت عنده مشكله نيورولوجيكال ولا لا. في ال 24 ساعه الاولانيين لو حصل هذا الموضوع بالاضافه الى اللو سكور، ممكن الطفل دوت very common ان هو يدخل في ابنية او يجيله كذا اتاك اوف ابنية او يجيله سيزرز. هم دولت العلامات بتاعت ان هو عنده هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي. اول واحد في الجماعة دولت جلوبال اسكيميا. جلوبال اسكيميا يعني كل البرين متأثر بالموضوع، وده هتلاقي فيه زي ما حضراتكم شايفين كده ان most of the brain tissue is black. most of the brain tissue is hypodense. وهذا البرين تيشو اللي هو hypodense بيكون عبارة عن واحد من اثنين. and this is brain edema او brain ischemia فعلا. والإديمة تسبق الإسكيميا، ولو اتلحق الإديمة بتروح ويرجع طبيعي، ولو ما اتلحقش which is common بيكمل على إسكيميا ومعظم المخ بيكون مات. And this is global ischemia يعني most of the brain tissue is dead. انت لما تبص على السي تي ما تقدرش تعرف اذا كان ده إديمة ولا إسكيميا، لان هما الاثنين شبه بعض بالظبط. لكن بقيه الكلينيكال والفولو اب بتاع المريض هو اللي بيقول لك اذا كان ده كان إديمة وهيروح ولا إسكيميا وهيكمل. Involvement of the cortex. Involvement of the basal ganglia، ودي علامة في منتهى الخطورة. Involvement of the basal ganglia معناها ان في very bad prognosis بالنسبة للطفل دوت. وكذلك involvement of the border zones ما بين الارترز وبعضها اللي احنا بنسميها watershed area، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. انت عندك البرين بتاع الطفل اللي لسه مولود حالا بيكون مليان مية زي ما قلنا في النورمال اناتومي، والمية في السي تي بتكون سودة، والإديمة برضو بتكون سودة، والإسكيميا بتكون سودة. عشان كده السي تي تعبان جدا في النيونيتال بيريد، ما يعرفش يقول لك فعلا اللي انت شايفه ده هو هل هو في حدود الطبيعي ولا مش حدود الطبيعي. لكن انت عارف كويس قوي ان المية بتبقى موجودة اصلا في الايه، في الوايت ماتر. لما تلاقي الكورتكس كمان مسودية فتعرف على طول ان الولد ده بالاضافه للكلينيكال داخل في اسكيميا. يبقى بيشوف ديفيوز سيريبرال إديما انفولفينج ذا كورتكس اند ذا وايت ماتر، ويمسح الجري وايت ماتر ديفرنشيشن. الجري وايت ماتر ديفرنشيشن في النيو بورن بيكون واضح جدا، لان الوايت ماتر بتكون سودا قوي مليانه ميه، والجري ماتر ما بتكونش كده. لما يكون الاثنين سايحين على بعض يبقى الموضوع مش باين. إذا if you look to a CT scan زي دوت كده بتاع واحد عنده 3 أيام من غير clinical you pass this as normal، لأن ال white matter هنا هوت معبية مية and this is normal. في أول حياة الواحد اللي هو الشهر الأولاني ال white matter كلها معبية مية، وحتى في ال MR يعني في ال MR لو عملت T1 هتلاقيه سودا و T2 هتلاقيه بيضة، والإسكيميا والإديمة نفس الحكاية. عشان كده الجماعة دولت في الأول ما عندهمش قيمة تشخيصية، والقيمة التشخيصية كلها منصبة على the clinical data. يبقى لما يكون واحد مولود وعنده 3 أيام أنه أنت متوقع أن الوايت ماتر كلها مليانة مية
then you can pass this. واحنا بنعمل كده على طول. If you don't have the clinical data, بتقول على طول ان this is normal brain, لان الوايت ماتر طبيعي انها تكون سودا والجري ماتر بتكون رصاص. اما بقى لو بصيت على المنظر ده, then this is not normal. المنظر دوت عباره عن ايه؟ الكورتكس سودا والوايت ماتر كمان سودا. شيء ملحوظ جدا كل الناس شافته ان البيزل جانجليا والسيريبيلم بيفضلوا زي ما هم. ديت ساين مشهوره قوي اسمها وايت سيريبيلم. وايت سيريبيلم معناها ان البرين اسود كله ما عدا السيريبيلم, وفي بعض الاحيان ذا بيزل جانجليا ارور. انا قلت لك لما البيزل جانجليا تبقى انفولفد يبقى في خطوره جامده جدا على هذا الشخص, لكن اذا لسه البيزل جانجليا صحيه ممكن يعني يبقى الامور اقل حده. ايه اللي بيخلي السيريبيلم يفضل ابيض وبالرغم ان كل البرين از جلوبالي اسكيميك؟ مش عارفين. وفي سيوريز كتيره وانا كتبتها في المذكره للي عاوز ان هو يرجع لها. هي كلها تفانين وليست حقائق, لمجرد بس انك انت تعرف ليه السيريبيلم بيبقى وايت. الالترا ساوند جدع جدا بس مش في الحته ديت. الالترا ساوند كويس قوي علشان يشخص الهيمرج ويشخص البيري فنتريكولار لوكوموليشيا وطبعا الهيدروكيفالس. كلنا عارفين ترانسكرينيال الالترا ساوند محترم قوي قوي في هذا الموضوع, سبيشالي في هذا الدومين اللي هو الهيدروكيفالس, وبيعرف يشوف الهيمرج كويس جدا, وكذلك بيعرف يشوف البيري فنتريكولار لوكوموليشيا كويس جدا. مين اجدع واحد على الاطلاق؟ الديفيوجن. احسن واحد على الاطلاق في المرحله ديت هو الديفيوجن بتاع الام ار, لان لو عملت ديفيوجن للبرين النورمال اللي هو فيه ميه مش هيطلع حاجه. اما لو كان البرين ده هو اسكيميك هيعمل ريستريكتد ديفيوجن, اند ذس از ذا اونلي واي تو بيك اب ذا ليجنز ايرلي في المرحله الاولانيه في اول 3 4 ايام من عمر الواحد, انك انت تشوف الاسكيميك ارياز اوف ذا برين از ريستريكتد ديفيوجن. هو دوت احسن واحد فيهم. And if you look here and this is CT brain and you see the diffuse high density of the brain tissue, cortex and white matter. اللي نفد منهم هو السيريبيلم اللي احنا بنسميها the white cerebellar sign. And the diffusion weighted images are very important in this particular age علشان بيوري restricted diffusion. ادي الساين, بعض الناس بتسميها ذا وايت سيربيلم وبعض الناس بتسميها ذا ريفرسال ساين. الريفرسال ساين معناها ان الوضع الطبيعي اتقلب. الوضع الطبيعي ان اللي بره بيكون مبيض واللي جوه بيكون مسود. العكس بقى ان الكورتكس اوف ذا برين بتكون مسوديه والبيزل جانجليا والحته والسيربيلم بيكون مبيضين. And this is what we call global cerebral hypoxia. وزي ما احنا قلنا ان this sign is ما هياش تعني ان الولد دوت هينفد قوي, ولو نفد هيبقى حالته صعبة جدا وعنده كذا cranial nerve palsy وحاجات زي كده. ان the value of MRI بتقع في diffusion weighted images. الام ار كويس قوي ان هو يشوف الهيمرج مش بطال, بس الام ار بالنسبه للالترا ساوند اغلى ووقت طويل و و و والالترا ساوند ممكن يتعمل والولد في الحضانه, لكن الام ار محتاج نقل الحضانه كلها وتخرج الولد واستحكامات طويله عريضه. الام ار بيشوف الانفاركشن عن طريق الاستريكت ديفيوجن, بيشوف الكونجنيتال انوماليز اللي هي الالترا ساوند بيشوفها ان ذا ايرلي نيونيتال بيريد, وطبعا النيو بلازمز زي ما احنا قلنا. يبقى لما تعمل سي تي لواحد عنده سسبكتد هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي اند يو سي ذات ذا برين تيشو از هايبودنس اند ذا سيريبيلم از نوت, ديت اسمها ذا ريفرسال ساين او ذا وايت سيريبيلر ساين, وهي مش ما هياش في صالح المريض قوي. الكلام ده متشاف بحرقة شديدة in the clinical practice. لو انت ليك علاقة بالاطفال تقريبا كل يوم هتشوف الحكاية دي.
وإذا أنت عملت زيارة بس يوم واحد لمستشفى بوريش هتشوف لك 20 حالة بس على الأقل كده وأنت قاعد في أوضة التقارير. And these signs are very common. وكتير جدا لو أنت ملبوخ قوي وبتكتب بسرعة وكده ممكن تعدي الكلام دوت من غير ما تلقي إليه بالا. يعني بالذات وإن إحنا الكلينيكال داتا بتبقى ديفيشنت في الأطفال، عندنا عدد ضخم جدا والدكاترة مش فاضية وكل واحد بيفحص 10 أطفال في نفس الوقت. فالكلينيكال داتا ما بتكونش مساعدك قوي، فبيجي لك الريكويست وانت بتبص على البرين ده بصه سريعه كده يتهيأ لك ان كله شبه بعضه فتكتب ان هو نورمال. And this is also an example ان دي بنت عندها اربع شهور and you see the نمره واحد diffuse high density of the brain tissue loss of the gray white matter differentiation involvement of the basal ganglia and the cerebellum هو اللي سليم. عندها الشيكن بيبي سندروم زي ما انا قلت لك، ومكتوب في الانترنت مفيش حد يهز الطفل بتاعه ابدا تحت اي ظرف من الظروف، ما تمسكش العيل وتعمله كده اهوت او تمرجحه في الهواء وتلقطه تاني، والكلام ده خطر جدا جدا جدا. لأن أنت you know that the brain is small compared to the size of the skull في الـ early neonatal period. لأن ربنا سبحانه وتعالى عامل الـ skull أوسع عشان البرين يكبر فيها من غير ما تحصل مشاكل. فأنت لما بتهز الولد البرين بيترج جوه الجمجمة وأنت ونصيبك بقى، يعني حسب الحاجة اللي ممكن تحصل له بعد كده. Then if you see affection of the basal ganglia زي اللي احنا شايفينه دلوقتي and this is a very bad sign ان ده is a bad prognosis. والباد بروجنوزس دوت بيحصل في الناس اللي هم near drowning، يعني واحد كان هيغرق وبعدين انقذوه ممكن يطلع البرين بتاعه كده، واحد حصل له اسفيكسيا فترة طويلة وبعدين relieved، كارديك ارست وبعدين عقبال ما عملوا ريسسيتيشن وبتاع كان المخ بتاعه وصل الى هذا المنظر. نعم. ما بتفرقش مع الاسف الشديد. ليه لو انت قست البرين بارينكيما ما بتطلعش بنتيجه؟ لانك عشان تطلع بنتيجه لازم الجهاز يكون كاليبريتد، يعني بيطلع الميه صفر وبيطلع البرين تيشو 30 والكلام ده كله، وانت عشان الجهاز يبقى كاليبريتد لازم تيجي كل فتره توقف الشغل تماما وتجيب المهندسين وتظبط الجهاز، وده ما بيحصلش بتاتا. انت بتفضل الجهاز شغال 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 لحد لما يقطع خبر، وبعدين نجيب الناس بقى ونبقى متضررين جدا عاوزين يخلص بسرعه وعاوزين العيانين بسرعه وكده. فالاتنيويشن فاليو از نوت هيلبفول لان معظم الاجهزه ما هياش كاليبريتد على الحد المعروف. اذن اند ذس از بوست مورتم، واحد مات خلاص يعني قلنا ده السي تي بتاعه. ان افكشن اوف ذا بيزل جانجليا في غايه الخطوره، بالذات لما يكون البيزل جانجليا هي اللي واقع عليها المين برانت اوف ذا اسكيميا، يعني العكس هو اللي بيكون موجود ذا كورتكس في الاول والجري وايت ماتر انترفيس وبعدين ليتر اون ذا بيزل جانجليا. لكن ذس برين از جلوبالي اسكيميك من اوله لاخره بما فيه البيزل جانجليا اللي هي واقع عليها ذا مين برانت اوف ذا ليجن والسربيلم زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو الى حد ما مبيض. وزي ما قلنا لو السن بتاع الطفل صغير جدا then the diffusion weighted images هي اللي هتقدر تحدد لك مكان التيشوز اللي هي اسكيميا. وانك انت you know that affection of the basal ganglia is one of the bad signs of ischemia in the brain. في الاخر خالص بعد لما البرين تيشو يموت بتتحول البرين تيشو الى انكيفالوماليشيا. انكيفالوماليشيا في الكبار مختلفة شوية عن الصغيرين. انكيفالوماليشيا في الكبار عبارة عن area of brain tissue loss وتعمل evacu dilatation of the ventricle وساعات الاثنين يسيحوا على بعض فيعمل بورينكيفال. اما في الاطفال فبيحصل حاجة اسمها cystic leukomalacia او انكيفالوماليشيا،
وده ديد برين تيشو يتحول الى كور 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 مليانه مليانه ميه. And this is the end result of ischemic affection. النوع الثاني اللي هو involvement of the cortex. يبقى النوع الاولاني اللي هو احنا قلنا عليه involvement of the whole brain او global brain ischemic. Involvement of the cortex يؤدي الى ما يعرف به cortical laminar necrosis. ان cortical laminar necrosis بيبقى عباره عن الديزيز نفسه او الاسكيميا نفسها تقع في المقام الاول على الكورتكس، فتلاقي كل الهاي ودنسيتيز والافكشن اوف ذا برين تيشو از بريفيرال، يعني موجود على السيرفيس اوف ذا برين. مفيش حاجه سيلكتيف، يعني الطفل دوت منقي الكورتكس بس وده ناخد ايه، على حسب اللي حصل وعلى حسب طول فترة الاسكيميا وعلى حسب السبب اصلا بتاع الاسكيميا اللي حصل. لان الكورتكس بتكون مسودية في الاول وبعد شوية يحصل فيها خطوط بيضاء، والخطوط البيضاء بتبقى في السي تي وكمان بتبقى في التي 1. وعلشان كل الناس بتفتكر ان الخطوط البيضاء ديت بتكون هيموريج، فهو بيقول لك this hyper intensity is due to denatured proteins، يعني البروتينز اللي هي موجوده في الحته ديت حصل لها اختلاف في التكوين بتاعها in the dying cells not due to methemoglobin. يبقى العلامه الرئيسيه of cortical laminar necrosis انك انت تلاقي this is the brain وبعد شويه بقى كده بعد 10 ايام. كان في جلوبال تيشو اسكيميا او هايبوكسيا او اديما، وبعد كده حصل بارشل ريجريشن وتحول المين برانت تو ذا كورتكس، اند يو سي ذا كورتيكال ريبون عباره عن هايبر دنسيتي او هايبر انتنسيتي ان ذا تي 1 ويتد ايمج. وده مشهور جدا في الناس اللي عندها كاردياك اريست اللي بيحصل لهم سيفير هايبوتنشن، لان الكورتكس هي اكتر حاجه فيها بلاد سبلاي واكتر حاجه بتتاثر بالديكريز بلاد فلو. زي ما اتفقنا ده ديفيوجن ويتد ايمجز في الام ار اي هم من احسن الصور اللي بتوري لك فين الاسكيميك تيشو وفين الحاجات اللي هي نورمال فايندز. ان افكشن اوف ذا بيزل جانجليا از اوفن بايلاترال اند سيمتريك، لان الانسلت بيكون كبير، والانتيفورم والكوديت والسلمس هم غالبا اللي بيحصل فيهم هذه المشاكل. وافكشن اوف ذا بيزل جانجليا از ا باد ساين، ما هواش حاجه يعني في صالح المريض قوي. And this is MRI and you can see the basal ganglia, the lentiform, the thalamus and to a lesser extent the caudate nuclei are involved. المنظر اللي انت شايفه ده مش متكرر قوي في الكلينيكال براكس، لكن بيسموه ريفرسال اوف ذا نورمال جراي وايت ماتر انترفيس. المفروض انت عارف ان الكورتكس ابيض من الوايت ماتر، لكن هنا هوت ان يو سي ذا كورتكس از بلاك اند ذا وايت ماتر فاتحه كده شويه عن الكورتكس. بغض النظر عن ايه اللي حصل، اند ذس از اولسو ريليتد تو اسكيميا. And the affection of the basal ganglia مرة تانية is a bad sign. طبعا وانت بتكتب التقرير مفيش داعي تنكد على اللي هيقرأ التقرير، سواء كان اهل المريض او كده، انت اكتب اللي موجود ان في hypodensities along the surface of the brain affecting the cortex and also hypodensities of the basal ganglia, the caudate, the lentiform and the thalamus. ودوت معناه ان في جلوبال اسكيميا او سيفير اسكيميك انسلت حصل لهذا الطفل. And this is also واحد حب ينتحر. وطبعا ما تفتكرش ان الاطفال برضو ما عندهمش النزعة ديت، بالذات دلوقتي ممكن الاطفال يحب ان هو ينتحر من كتر اللي بيشوف. فلو حب ينتحر هيبقى نفس المنظر اللي هو global ischemia, affection of the basal ganglia زي ما حضراتكم شايفين, diffuse hypodensity of the brain parenchyma, involvement of the cortex, loss of the gray white matter interface and the cerebellum is dense. قول عليها بقى white cerebellum, dense cerebellum, reversal sign. كل دوت
موجود. الصورة ديت لو انت رحت الارشيف بتاع ابو الريش هتشوف منها كتير جدا جدا جدا، واحنا في الكلينيكال براكتس بنشوف برضو منها كتير قوي، انك انت تلاقي البرين اسود وفي بقع فيها هيمورج، وبعدين نقول الانتربريتيشن بتاعنا بقى ان السواده ديت this is the normal water content of the brain، والهيمورج ده هو due to obstructed delivery and trauma to the head which is wrong. And this is also one of the manifestations of ischemia اللي هو انك انت you got ده بقى ما بتلحقوش، يعني المنظر دوت بيموت على طول، ما بيسموه profound hypoxic ischemic injury. فالطفل دوت ischemia عادية خالص، يعني البرين تيشو كله بيسود بغض النظر due to edema أو due to ischemia، and also there is hemorrhage. والهيمورج ده هو بيكون موجود classically in the subarachnoid space and in the subdural space. You remember ان الهيمورج اللي متعلق في الفالكس او متعلق على التنتوريوم موجود in the subdural space، والناس دولت يعني البرين دوت ينفع يكون بوست مورتم، انه ما بتلحقوش خالص. And this is global brain ischemia and hemorrhage اللي هو بيسموه the profound ischemia. انتي مورتم برين دامج، يعني اخر صوره لقطتها للطفل قبل ما يتوفى، and you see diffuse brain hypo density due to ischemia, a sparing of the basal ganglia, a sparing of the cerebellum and the hemorrhage. والهيمورج بيكون in the subarachnoid space وكذلك بيكون in the subdural space especially in the posterior aspect of the فالكس سيريبرال. And this is post mortem يعني بعد لما توفى. And you see diffuse brain ischemia and you see the hemorrhage. وإذا بصيت كويس قوي to the quadrigeminal cistern مش هتلاقيها. يعني quadrigeminal cistern لما تبقى effaced معناها إن في transtentorial herniation due to brain swelling. يعني معناها كده إن المريض يا إما توفى يا إما قدامه حاجة بسيطة قوي ويتوفى. And this is the same case ده بقى من جميع الجهات، اسود من البرين، اسود في البيزل جانجليا، اسود في السيربين. Then you came to the focal ischemia. والفوكال ischemia احنا دلوقتي خلصنا the diffuse type اللي هو the global brain ischemia والمصحوبات بتاعته بتاعت البيزل جانجليا affection and white cerebellum. وفي بعض الناس اللي هم لسه نيونيتو وعندهم هيمرج بتعرف ان this is profound ischemia وان هي يعني تكاد تكون in the stage. البوردر زون اللي هي بيسموها ووتر شيد اريا، الووتر شيد هي بين التريتوريز، يعني الميدل سيريبرال مع الانتيرو سيريبرال، الميدل سيريبرال مع البوستيرو سيريبرال، في حته في النص. الحته اللي في النص ديت ما عندهاش فيسل معين يتسد فيجيله اسكيمي، لكن البوردر زونز دايما بتبقى اسكيميك لما البلاد بريشر ينخفض مره واحده، وبالتالي التيشو برفيوجن في الحته اللي في النص بيكون بور، وبالتالي بيحصل اسكيميك انسلتس في الحته دي. انت علشان ما تشغلش بالك قوي بالموضوع، المناظر العاديه بتاعت الانفاركشن بتبقى موجوده بس في اماكن معينه، يعني علشان تعرف ايه هي الاماكن فهو ده البوردر زونز ما بين الارترز. المسفر دوت هو الميدل سيريبرال، والمحمر ده هو الانتير سيريبرال، والمخدر دوت هو ذا بوستيرو سيريبرال. And this is the border zones areas اللي هي بالرمادي كده شويه، ده ما بين الميدل والبوستيرير، وده ما بين الميدل والانتيرير، وده برضو ما بين الميدل والانتيرير. And if you see an infarction in this area and you know that this is a watershed infarction. And this is a watershed infarction between the middle cerebral and the anterior cerebral territory. ودايما تبقى عارف، افرض ان انت قلت ده infarction وخلصنا مفيش مشكلة، لكن في بعض الاحيان لو اللي بيمتحنك يعني ناوي لك على نية سيئة بيفصل معاك في التفاصيل ديت، and you should know ان الانفاركشنز ديت از ديو تو هايبوتنشن،
يعني decrease blood pressure بصورة فجائية وجامدة، يؤدي إلى water shed infarctions اللي هي border zone infarction، أو اللي هي المناطق ما بين الفاسكولار تريترز وبعضها. And this can be seen by MRI و can be seen also by the CT scan. And this is the border zone زي ما حضراتكم شايفين by diffusion weighted image showing restricted diffusion. قلنا بعد الاسكيميا ما بتحصل بيحصل حاجة اسمها cystic encephalomalacia. والcystic encephalomalacia بتتشاف كويس قوي بالالتراساوند وبتتشاف كويس جدا بالCT، وقد يصحب هذا وجود كالسيفيكيشن. واحنا كان زمان بيعلمونا ان لو لقيت كالسيوم مع المناظر الفظيعه جدا دي تعرف ان السبب كان انفكشن وليس اسكيميا في المقام الاول. لكن احنا دلوقتي ما عندناش كلو واضح جدا، ان كل اللي عندنا ان البرين مات خلاص، مات بقى بسبب الانفكشن، مات بسبب الاسكيميا، مات بسبب الاثنين مع بعض. انت عندك حقيقه واقعه دلوقتي ان يو هاف تو ديل مع البيشنت دوت بالمنظر اللي انت شايفه. يبقى احنا قلنا ان الطفل اللي هو الماتيور اللي هو فول تيرم، المشاكل بتاعته اللي هتحصل له لو حصل له هايبوكسيك اسكيميك انسلت لاي سبب، يا اما يحصل له جلوبال اسكيميا، يا اما يحصل له كورتيكال انفاركشنز اللي هي سميناها كورتيكال لامينال نيكروزيس، يا اما يحصل له بارا ساجيتال ووتر شيد انفاركشنز اللي احنا سميناها بوردر زون ارياز، يا اما يحصل له انفاركشن عادي زيه زي اي حد تاني، الانفاركشن اللي هو تبع الميدل سيريبرال تبع الانتير سيريبرال. اما الجماعه البري تيرم اللي هو بيتولد قبل ميعاده اللي هو بالذات 33 34 اسبوع، فبيحصل فيه الجماعه اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. اول واحد فيهم اسمه بيري فنتريكولار لوكوموليشن. من اسمه كده بيري فنتريكولار يعني حوالين الفنتريكل، لوكوموليشيا يعني ماليشيا اوف ذا وايت ماتر، ماليشيا اوف ذا وايت ماتر. and اللي بيخلي دوت يحصل الرسمه الاولانيه اللي انا وريتها لك، ان الفيسلز اللي هي الاند ارترز بتبقى نير ذا وول اوف ذا فنتريكل، وبالتالي عليكم السلام الاسكيميا والهيمرج وكل المشاكل اللي في البريماتيور بتحصل لزق في الفنتركل، لازق جنب الفنتركل على طول. And this is commonly occurs in the premature infants born at 33 او 34 اسبوع. And the result of hypoxic ischemic encephalopathy with impaired perfusion at the watershed area، لان watershed area دلوقتي هي في الwall of the ventricle. خلاص؟ واضح؟ طيب ايه الالترا ساوند كويس جدا في الموضوع دوت، بيعرف على طول اذا كان في بيري فنتريكولار ارياز ولوكوماليشيا. ذس از ذا ليت ستيج ان هو اللوكوماليشيا تحولت الى سيستيك لوكوماليشيا زي ما احنا شايفين، لكن في الايرلي ستيجز ما بيحصلش كده. الولد دوت او الطفل ده عنده كلينيكال سيمبتومز مشهوره جدا جدا، يعني هي اول ما تسمع الكلام ده تعرف على طول ان هو كده، اللي هما الاثنين اللي انا معلم عليهم دول، سباستيك بارابليجيا اند سيزوس، دولت مهمين جدا في التشخيص بتاع البيري فنتريكولار لوكوماليشا. وهي علشان ما بتكونش واضحه قوي في السي تي ولا في الام ار، وكتير قوي بتبقى اوفرلوك. وانا بيجي لي بعض الحالات عشان اعيد مثلا اشوفها مره ثانيه وكده، بتلاقيها مكتوبه ان هي نورمال وفيها بيري فنتريكولار لوكوماليشيا. بتشوف انت ازاي الكلام دوت، ان لوكوماليشيا ديت از فيري كومن ات ذا تريجون اوف ذا لاترال فنتريكلز، يعني في الحتة اللي ورا، وكذلك عند الفرامينا اوف مونرو في الحتة اللي قدام، بس اكتر مكان بيطلع فيه هو الحتة اللي ورا. ايه اللي بيحصل؟ بيريفنتريكولار لوكوماليشيا معناها ان الوايت ماتر اقل في الكميه ومتدمره من ناحيه الاسكيميا. يعني لو انت بصيت على الام ار دوت اند يو سي ذا وايت ماتر ان ذا فرونتال لوبس متكونه كويس، اند يو دونت سي ذا وايت ماتر ان ذا اوكسيبيتال لوبس الا حاجات طفيفه جدا، وفي نفس الوقت تلاقي الوايت ماتر اللي في الاوكسيبيتال لوبس ليها ابنورمال سيجنال وابنورمال ريستريكتد ديفيوجن لانها اسكيميك، لانها اسكيميك.
عند this periventricular locomalacia is seen في 70% من الناس اللي هم البريتر. عشان كده لما واحد يتولد قبل ميعاده حاجتين مهمين جدا لازم يبص عليهم في المخ بتاعه، اللي هو ده اول واحد اللي هو البريفنتريكل لوكوماليشيا، واللي بعديه على طول اللي هو جيرمنال ماتريكس هيمورج اللي احنا هنقول عليه بعد شويه. ازاي بتعرف ان دي لوكوماليشيا؟ علامه سهله جدا وحلوه جدا، بس انت يكون عندك الاول يكون عندك الكلينيكال. الكلينيكال مهم جدا في الموضوع. العلامه ديت ان الوول اوف ذا فنتريكل از انديليتد، تلاقيه ملوي كده. الوول اوف ذا فنتريكل انت عارف ان هو سموز ان ذا ريجن اوف ذا بودي، لكن نتيجة loss of the white matter الventricle بيدايليت to compensate loss of the white matter، وبالتالي بيكون الجدار بتاعه ما ملولو كده أو undulated. يبقى نمرة واحد the ventricle is large عشان إيه؟ عشان loss of the white matter to compensate loss of volume. فتلاقي الفرونتال هورنز اللي هم عندهم white matter كويسة شكلهم طبيعي، أما البودي والأوكسيبيتال هورن شكله مش طبيعي والجدار بتاعه ملوي كده. loss of the periventricular white matter يعني تلاقي فوق في white matter وتحت ما فيش white matter خلاص. وبعدين increase T2 signal of the white matter، لأن white matter اللي موجودة اللي هي معظمها lost، اللي باقي منها is diseased. وبعدين thinning of the corpus callosum، this is one of the findings، and the periventricular cystic changes in the late manifestation. زي كده انك انت تلاقي المناظر دي. يبقى فهمت ايه هو periventricular locomalacia؟ damage of the periventricular white matter particularly seen in preterm infants. والرسمه الاولانيه خالص بتقول لك ليه هو بيحصل كده في الحته ديت. and the white matter is scanty and the white matter is of abnormal signal and the wall of the ventricle is undulated and the ventricle is dilated. والناس دولت كلاسيك لازم يكون عنده spastic paraplegia and seizures. تيجي للتاني بقى اسمه germinal matrix hemorrhage which is also one of the manifestations in the preterm infant. لما اتكلمنا على النيرونال migration قلت لك الجيرمينال ماتريكس ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن الخلايا اللي موجوده في الوول اوف ذا فنتريكل اللي بتكون الكورتكس، صح كده؟ وان الخلايا دي بتمشي على راديال فايبرز لحد لما توصل للكورتكس، وفي ابنورمال بروفريشن وابنورمال مايجريشن وابنورمال اورجانيزيشن. قلنا الكلام ده ولا لا؟ قلنا الجيرمينال ماتريكس بعد لما تكون الكورتكس وتنتهي المهمه بتاعتها بتروح خالص. اخر حته بتروح موجوده جنب الفوريمن جنب الفوريمن اوف مونرو عند الكوديت نيوكليس. لو فضلت الجيرمينال ماتريكس دهيت موجوده بتنزف في الاطفال اللي هم البري تيرم نتيجه الاسكيميا. وقلنا ازاي الاسكيميا بتنزف؟ نتيجه اسكيميا اوف ذا بلاد فيسلز نفسها. فايه اللي بيحصل؟ انك انت في ولد او حد بيتولد بري تيرم وعنده نزيف. النزيف اللي في البري تيرم ما بيكونش بوست تروماتيك، ما بيكونش بوست تروماتيك، بيكون اسمه جيرمينال ماتريكس هيمورج. وهذا الجيرمينال ماتريكس هيمورج بدايته في الغالب مش في كل الناس بتكون نير ذا فوريمن اوف مونرو ات ذا ريجن اوف ذا كوديت نيوكليس. وبما ان هو قريب جدا من الفنتريكل فسهل جدا يخش جوه الفنتريكل، صح ولا ايه؟ وبما انه دخل جوه الفنتريكل فسهل جدا انه يطلع بره الفنتريكل ويروح في السب اراكنويد سبيس، وبالتالي هيسد الاراكنويد فيلاي ويجيب للولد هيدروكيفلس، صح كده؟ اذا في الجيرمينال ماتريكس هيمورج عندنا اربعه جريدز. جريد 1 هيمورج كونفايند تو ذا جيرمينال ماتريكس اللي هو يا دوبك بس عند الايه؟ عند ريجن اوف ذا كوديت نيوكليس. بعدين جريد 2 الهيموريج دخل جوه الفنتريكل. جريد 3 الهيموريج بقى مصحوب بفنتريكولار دايلاتيشن. بعدين جريد 4 هيموريج كمان ان ذا برين بارينكيما اتسلف. يبقى في اربعه جريدز اوف جيرمينال ماتريكس هيموريج. جريد 1 اللي هو هيموريج ان ذا ريجن اوف ذا جيرمينال ماتريكس اللي هي غالبا بتكون موجوده عند الكوديت هيد. بعد كده الهيمورج دخل جوه الفنتريكل من غير ما يكون دايليتد، وبعدين الفنتريكل دايليتد، وبعدين هيمورج ان ذا برين بارينكيما اتسلف.
اجدع واحد في الموضوع ده هو الالترا ساوند، لان الالترا ساوند بيشوف الهيموريج ايكوجينيك زي ما حضراتكم شايفين. And these patients usually present by cerebral palsy, mental retardation, seizures. Seizures من الحاجات المعروفة جدا في هذا المجال. And this is an example of germinal matrix hemorrhage. لو انت يعني لا قدر الله مثلا ولا حاجة بتذاكر على الانترنت، تكتب بس كده germinal matrix hemorrhage 20,000 حالة بالالترا ساوند، تقعد بقى تتفرج وتشوف المناظر في الكورونال وفي السجيتال والحاجات دي كلها are very impressive. ده لما يكون واحد مولود وعنده 15 يوم، ما تقولش ان الهيموريج دوت بوست تروماتيك، خلاص. And this is known as germinal matrix hemorrhage. And there are a lot of cases included في الارشيف بتاع القصر العيني كاكزامبلز لهذه الحاله. عندنا حالات بالخبل في هذا الموضوع. And if you see hemorrhage in the ventricles and the ventricles are dilated, يبقى انت grade 3 germinal matrix hemorrhage. And this is grade 2 germinal matrix hemorrhage, and you see hemorrhage inside the ventricle with no ventricular dilatation. طيب. And this is grade 3, and you see germinal matrix hemorrhage inside the ventricle with ventricular dilatation, يبقى grade 3. And this is grade 3 germinal matrix hemorrhage. There is hemorrhage inside the ventricle and the ventricle is minimally dilated, then you consider grade 3. And this is grade 3 germinal matrix hemorrhage by ultrasound and by MRI. And you see the hemorrhage in the wall of the ventricle and the ventricles are dilated. This is grade 3. The sequelae of germinal matrix hemorrhage أو intraventricular hemorrhage زي ما أنا قلت لحضراتكم إن هو بيلف مع subarachnoid space وينتهي في الآخر خالص بهيدروكيفلس. Germinal matrix destruction دي أول حاجة. Periventricular hemorrhagic infarction, encephalomalacia and post hemorrhagic hydrocephalus. الفوكال اسكيميا اللي هو الانفاركشن العادي، اي واحد طفل زيه زي الكبير ممكن يجي له انفاركشن، والانفاركشن زي ما قلنا is a hypodense lesion, infarction is not a specific bank lesion, الانفاركشن ليه vascular territory قول زي ما انت قلنا قبل كده. And these are infarctions اللي فات وده هوت واحد تاني. And this is T2 MRI واللي فات كان CT. And this is basal ganglia infarction ودوت مختلف عن اللي احنا شفناه في الاول بتاع الجلوبال اسكيميا. الجلوبال اسكيميا there is bilateral almost symmetrical affection of the basal ganglia كلها بالاضافه ل variable affection of the cortex and the white matter of the brain. لكن this is just an infarction. Infarction عادي جدا اللي هو vessel occlusion وكده وعمل هذا المنظر. And this is also an infarction. And this infarction affects the middle cerebral territory and the anterior cerebral territory as well. And infarction can be bilateral according to the cause. وده معروف برضو في الأطفال. And this is bilateral occipital infarction. And you know إن ال MR بالذات diffusion weighted images هم أجدع واحد بالذات في ال early neonatal period. لو كان عمر الولد يعني ايام او شهور فالسي تي بيكون ضعيف الى حد ما، ولكن الام ار بيكون افضل بكتير. الاسكيميا في بعض الاحيان بتؤدي الى بالذات لو كانت على ناحيه واحده الى ما يعرف بهيمي اتروفي. هيمي اتروفي معناها ان نص من ده عكس الهيمي ميجالينكيفالي از كونجنتال ليجن، ومعناها ان السيريبرال هيمسفير بقت اكبر من الطبيعي. اي حد هيقول لك طب انت ليه ما قلتش ده هيمي ميجالينكيفالي ودوت النورمال برين؟ ليه؟ اللاترال فنتريكل اولا اوف نورمال سايز والفرونتال هورن ما هوش باصص لقدام، دي علامه الهيمي ميجالينكيفالي. And this hemisphere واضح جدا انها اتروفيك وان الكورتيكال سلساي برومينانت وان الفنتريكل بتاعها از برومينانت. في سندروم اسمه كده ديوك دافيدوف ميسون سندروم، ما تتخضش قوي من الاسم دوت، يساوي هيمي اتروفي بس كده مش اكتر من كده. This is هيمي اتروفي. وفي بعض الناس بتقول عشان تقول السندروم ده لازم بيكون الكالفيريال بونز اللي على نفس الاتروفيك هيمسفير ثيكن،
بس انت انسى الموضوع ده. في ناس تانية بتقول لك اي هيما اتروفي قول عليه كده وانت مطمن. ففي حالات في الارشيف انا كاتب عليها كده، كاتب عليها هذا السندروم وهي هيما اتروفي بس، وفي حالات تانية في الارشيف انا كاتبها ان هي هيما اتروفي، وقايل من تحت في الشرح يعني ان الاثنين are considered the same pathology. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي، وقلنا ان في فرق جبار ما بين الطفل اللي هو فول تيرم والطفل اللي هو بري تيرم، وشرحنا ايه هي الفروقات. وخلي بالك ان الموضوع دوت هيجي في الامتحان، وان المجموعة اللي قبل منكم كل المحاضرات اللي انا شرحتها ما جاتش في الامتحان، بسبب ان مش انا اللي بحط الامتحان، الناس التانية هي اللي بتحط الامتحان، فبيجيبوا من الحاجات اللي هم قالوها. فانا نكاية فيكم بعت كل الاسئلة اللي انا عاملها في البيدياتريك عشان تبقى انكلودد في الامتحان اللي جاي، فابشر. هما اللي حرضوني، قال لك قعدنا بقى نو عنده الكفلس قد كده وما جاش فيه سؤال، وبرين تيومرز قد كده وما جاش فيه سؤال. انا ما تزعلش خالص ولا يكون عندك اي فكره. طيب نان اكسيدنتال تروما اللي هو البيتر بيبي او شيكن بيبي سندروم، وزي ما انا نبهت عليك وقلت لك ما فيش حد يهز العيل بتاعه ولا بتاع الجيران ولا اي حاجه، مالكش دعوه مالكش دعوه خلاص. And this will result in a variable degrees، وهو الولد ونصيبه. فانت ممكن يبقى مثلا هيمورج بس، ممكن يبقى سبديورال هايجروما بس، ممكن يبقى تيشو اسكيميا. يعني في مشاكل كتيرة جدا جدا بتنتج من ان واحد عندنا في الارشيف برضو حاجات كده، لكن هي زي ما بقول لك صعوبة الحصول على الهيستوري هو دوت اللي بيمثل المشكلة. فانت نيفر شيك يور بيبي ولا البيبي بتاع الاخرين تحسبا لموضوع التروما والاسكيميا وخلافه. اما بقى موضوع التروما الحقيقي اللي هو طفل وقع من البلكونة، او طفل واتخبط في حادثة عربية، او طفل وكان في المظاهرة بتاعت اي ميدان من الميادين فاتصاب بطريقة، فالحاجات ديت بتنقسم الى كل الحاجات بتاعه الكبار ما عدا الاخير دوت اللي هو ديفيوز اكسونال انجري. الناس الكبار والصغار بيجي لهم فراكشر، بيجي لهم برين كونتيوجن، ابيديورال هيماتوما، سب ديورال هيماتوما، انترا فنتريكولار هيمريج، بوست تروماتيك برين ايديما اند اكسونال انجري. اكسونال انجري معروف برضو في الكبار لكن ما بنشوفوش زي في الصغيرين، الصغيرين بيبقى متشاف كويس. اني ريمبر ان الابيديورال هيماتوما موجوده ما بين السكال وما بين الديورا اند ات كان كروس ذا ميد لاين، والسب ديورال هيماتوما موجوده تحت الديورا وكان نوت كروس ذا ميد لاين ولكن بتنزل في الانتر هيمسفيريك فيشر. وفي الاطفال بالذات في السب جاليال هيماتوما، وطبعا ديس ذا فراكشر، ويكون في هيماتوما بره حدود البرين. مشكله الفراكشرز في الاطفال ان هي بتتلخبط في السوتشرز، وعشان كده بتلاقي صعوبه جامده جدا، وايفن يمكن يكون بطل موضوع السكال اكس راي في الاطفال، ما بقاش حد يعمل سكال اكس راي عشان يشوف اذا كان في فراكشر ولا لا. اقول لك اعمل السي تي وكمان بقى اعمل له 3 دي وما اعرفش ايه علشان تشوف الفراكشر كويس قوي، ملوش علاقة بالسوتشرز زي this fracture line which is clearly identified. ساعات نلجأ إلى 3D images علشان تطلع السوتشر لوحده والفراكشر لوحده، لأنها بتبقى مش حاجة سهلة على فكرة، بتبقى محيرة جدا إنك أنت تطلع الفراكشر من وسط السوتشرز. And very common you can see this big subgallial hematoma. ولو كان لسه مولود بيسموها كفال هيماتوما، ده وده سيان. And underneath the subgallial hematoma you can see different types of fractures. والحقيقة السي تي الاكسيال ايمجز ضعيف جدا ضعيف جدا for detection of fractures، لان كمية السوتشرز اللي هنا كتيرة جدا، وعشان تقعد تقارن الشمال باليمين وكده بتجد صعوبة، لكن الاسهل انك انت تركب الصور وتشوف. اما لو كان الفراكشر ديبريسد فما بيكونش فيه تقريبا مشاكل انك انت تو ديتكت هذا
لأن في بعض الأحيان مش لازم كل واحد يتخبط ودماغه تقبل بره كده يكون فيها هيماتوما، يعني يبقى لازم تحتها فراكشر، مش شرط يعني، ممكن يكون في فراكشرز وممكن ما يكونش فيه فراكشر. بس لو انت بصيت كده ممكن تتلخبط في ده السوتشر دوت وتقول عليه فراكشر، عشان ما فيش واحد زيه الناحية التانية لمجرد ان السكال بقت معوجة. اما علشان تو ديكت الفراكشر اكيوريت يبقى انت يو نيد انك انت تعمل الصور اللي انت شايفها ديت، then you can easily identify the sutures and you can know the site of the fractures. لو حصل البرين بيترج جوه الجمجمه فبيحصل hemorrhagic brain contusion. والcontusions في الغالب بتكون in the frontal area، لكن مش شرط، ممكن تحصل في اي مكان according to the site of the fracture. وممكن الكونتيوجن يكون تحت الفراكشر وممكن يكون قصاده الناحيه الثانيه، اللي هم بيسموه كاونتر كوب انجري. والكونتيوجن بيكون كورتيكال وبيكون عباره عن هايبو دنسيتيز اند هايبر دنسيتيز، يعني بيكون في هيموريج وبيكون في برين تيشو اديما اند اسكيم. والكونتيوجن ممكن يبقى اسوشيتد معاه هيموريج ان ذا فالكس، ودوت اسمه سب ديورال هيماتوما. And you see the contusion is made of hypodensities which represent tissue edema and ischemia, and hyperdensities which represent hemorrhage. And this is brain contusion with brain herniation through the fracture. You see the hypodensities and hyperdensities of the blood, and you see blood in the falx, اللي هو معناها ان في subdural hematoma. And this is another example of subgallial hemorrhage, extracranial subgallial hemorrhage and bilateral frontal brain contusion. ودايما الفرونتال برين كونتيوجن لو انت تخبط في راسه كده على طول بيكون بايلاترال، الا ان تكون الخبطه سيلكتيف فيكون على ناحيه واحده دون من الناحيه الثانيه. And this is bilateral frontal brain contusion and some hemorrhage along the tentorium، معناها ان في subgallial hemorrhage. لو سبت انت الهيموراجيك برين كونتيوجن شويه فالهيموراج بيقل وبعدين بيروح خالص وتتحول المنطقه الى بوست تروماتيك اريا اوف انكيفالوماليشيا. ان ابيديورال هيماتوما زي الكبار بالظبط، بيكون في فراكشر لي علاقه بيها. ان ابيديورال هيماتوما هاز كونفكس انر مارجن اند از ريليتد تو ذا انر اسبيكت اوف ذا كالفيريال بونز، وهي بتبقى هايبر دنس زي ما حضراتكم شايفين. And this is another example of epidural hematoma in the left side. وطبعا انت محتاج البون ويندو عشان تشوف الفراكشر اللي موجود. نقطة مهمة جدا بالنسبة للأطفال ان الابيديورال هيماتوما مش لازم تكون arterial bleeding، ممكن تكون venous bleeding. والابيديورال هيماتوما زي ما حضراتكم عارفين بتعدي الميد لاين، لكن ما تعديش السوتشر، ما تعديش السوتشر لاين، لان الديورا از فيرملي اتاتش تو ذا سوتشرز، وبالتالي تيجي عند السوتشر وتبطل وتقف على كده. اند ذا فينوس بليدنج بيكون اقل ويكون اسرع في ان هو يتشال. عشان كده في الاطفال الصغيرين ما بنستعجلش قوي في ان احنا نفتح الجمجمه ونفضي البليدنج، لان في فرصه كويسه جدا ان this bleeding is regress spontaneously. And this is a child which is hidden by the car, and you see the classic appearance of epidural hematoma with convex inner margin, and there is some subgallial hematoma. And you should remember that the epidural hematoma does not cross the suture line. And the epidural hematoma in the pediatric age group may be of venous etiology or arterial etiology. And this is the epidural hematoma and the subdural hematoma. This is the difference. Epidural hematoma with convex inner margin, subdural hematoma with concave inner margin. The epidural hematoma, الكاركترز بتاعتها convex inner margin, almost always acute, usually post traumatic, can cross the midline, do not cross the sutural line, and it may be of venous or arterial origin. And the epidural hematoma can be bilateral and symmetric or asymmetric, زي ما في هنا هو epidural hematoma in the frontal region and another epidural hematoma in the parieto-occipital region.
لما تبص على الابيديورال هيماتوما يو كان نوت نو اذا كانت فينس ولا ارتيري الا اذا شفت ان هي مش ريليتد تو وان اوف دي ويل نون ارتيريال تريتوريز. يعني مثلا ديس ابيديورال هيماتوما اللي موجود نصها فوق التنتوريوم ونصها تحت التنتوريوم مفيش ارتري كده, then you may suspect فقط مش اكتر من كده ان this is of venous etiology اكتر منها انها تكون of arterial etiology and this is epidural hematoma ده الاولاني بتاعها وده الكمالة بتاعتها and this is also epidural hematoma and you should remember زي ما انا قلت لك في الاطفال الصغيرين ما تستعجلش قوي انك انت تفضي الابيديورال ولا السبديورال, ممكن تروح لوحدها بالرغم ان حجمها بيكون كبير وشكلها مفزع قوي لكن it may resolve spontaneously. And this is an example, this is an epidural hematoma and you see the fracture line وطبعا شوية الوان وكلام كده and this is the hematoma has resolved totally في خلال 3 شهور. The hematoma can resolve من غير surgery بالذات في الاطفال. And if you see this appearance اللي هي الهيمورج وعنده خط ابيض خط اسود من بره, you know that this hematoma is relatively old, يعني فات عليها شويه من الوقت. And according to the density you may say that this is subacute or chronic. And this is the subdural hematoma واللي هي ليها concave inner margin. والsubdural hematoma زي في الكبار ممكن تبقى acute وsubacute وchronic. And في الأطفال is usually post traumatic مش زي في الكبار, الكبار بيكون تروما يعني مش لا تكاد تكون recognized and it can cross the midline and can also cross the sutures لأن هنا البلاد تحت الديورة اللي هي attached to the sutures أصلا, فعشان كده العكس بقى الإبيديورال هيماتوما ممكن تعدي الميدلاين بس ما تعديش السوتشر, السبديورال هيماتوما ما بتعديش الميدلاين بس بتعدي the suture line and also it can be of venous or arterial origin and can occur in the interhemispheric fissure وكذلك في التنتوريوم زي ما احنا اتفقنا كل البلاد اللي موجود في النص سواء في الانترهيمسفيريك فيشر او في التنتوريوم is of subdural origin and this is subdural hematoma associated with subdural hygroma. والهيجروما واحدة من في الأطفال واحدة من التروماتيك كومبليكيشنز اللي بيحصل فيها tear of the arachnoid membrane يؤدي إلى إن CSF بدل ما هو في السب أراكنويد سبيس يشر in the subdural space فيحصل ما يعرف ب post traumatic subdural hygroma. And this is subdural hematoma in the frontoparietal area and this is subacute subdural hematoma. الأسهم دي بتشاور على الفراكشر لاين وبعدين هنا في ايزودنس ليجن ما انت شايفه وقلت لك انا في على الناحيه اليمين قلت لك ان الديسبليسمنت اوف ذا جراي وايت ماتر انترفيس هو اللي بيقول لك ان في اكسترا اكسيال ليجن وان احد الطرق القديمه قوي قبل الام ار ما يطلع ان احنا كنا نحقن سبغه فالمفروض الفيسلز دهيت تكون لازقه في الجمجمه اون ذا سيرفيس اوف ذا برين ان كون الفيسلز بقت ديسبليسد لجوه كده معناها ان البرين كله از ديسبليسد لجوه معناها ان في حاجه بره البرين هي اللي زقها and this is the appearance of subdural hematoma عشان لما تدخل الامتحان وبعدين يقول لك ايه يا ابني اللي انت شايفه دوت ومش عارف ايه وتقول له في ديسبليسمنت وممكن يكون نعمل ايه تروح قايل له ام ار افرض انت في كفره هرمز الكفر ده مشهور جدا في الامتحانات افرض انت في كفر هرمز ومفيش ام ار بالعكس بقى كفر هرمز بالذات فيه ام ار عشان تبقى فاهم خلاص تعمل ايه تعمل ايه تحقن العيان سبغه هتشوف ايه بعد لما تحقن سبغه الهيماتوما does not enhance ولكن the displacement of the cortical vessels by hemorrhage هيبان فتعرف ان فيه ان هو هيماتوما outside the vessel outside the brain and this is bilateral almost symmetrical subdural subacute hematoma اللي هي تقريبا شبه البرين بالظبط and this is sedimentation level موجود في الكبار مش موجود قوي في الصغار the subdural hematoma with sedimentation level and subdural hematoma by MRI على حسب الستيج بتاعتها لو كانت late subdural hemorrhage هيكون ابيض في T1 وابيض في T2 و and
this is two hematomas بس ال age بتاعهم مختلف شوية. And this hematoma مش بيضة قوي في T1 لكن دي بيضة قوي في T1، وهنا هو مش مبيضية قوي بس you know that this is hemorrhage لأن مفيش CSF ولا حاجة تانية بتدي نفس signal intensity ده هي. And this is subdural hematoma نتجت عن هذا الرولر كوستر. طبعا زي ما انتوا عارفين بيحصل منه مشاكل كتيرة جدا، وناس بتتخبط وناس بتقع ومشاكل كتيرة، ومعرفش يعني ايه المتعة في ان واحد يركب حاجة زي كده. انا يعني مش قادر استوعبها لحد دلوقتي، لان لما يتشال ويتهبد ويطلع ويتقلب ويروح ويجي ومعرض يعني يعني اخطار جامة. لكن and you see this is subdural hematoma that has resolved totally من غير جراحات من غير حاجة خالص. You see this is the initial scan and this is the follow-up scan with almost total regression of the subdural hemorrhage. عشان كده بقول لك في الأطفال اصبر شوية على الطفل، غالبا الهيماتوما هتروح. كتير واحنا في البراكتس بنبص كده، ودي عملية ممتازة جدا، الواحد اللي فضل نزيف من غير ما يسيب نقطة يقول لك محدش لمسه لانه استهدع بالله عليه شويه، راح الهيمورج كله من غير فتح ولا قفل ولا هواء دخل ولا هواء خرج والكلام ده كله. And subdural hygroma is usually post traumatic في الاطفال، اما في الكبار فبتكون نتيجه ان هو البرين از اتروفيك والسبديورال سبيس وسع، فتهيأ لك ان في سي اس اف موجود. And this is due to tear of the arachnoid membrane. فلما الاراكنويد ميمبرين يتقطع يشر ميه in the subdural space. And this is bilateral subdural hygroma. وساعات التروما تعمل هايجروما وهيماتوما الاثنين مع بعض. And you see here subdural hygroma and subdural hematoma موجوده حته صغيره الناحيه الشمال. وساعات تكون الهيماتوما على ناحيه والهايجروما على ناحيه. And this is an example. And you see hemorrhage on the right side and the CSF on the left side. البرين إديما زي ما احنا قلنا في الأول خالص، عندنا ثلاث أنواع من البرين إديما. الأولاني اسمه فازوجينيك، والتاني اسمه سايتوتوكسيك، والتالت اسمه بيري فنتريكولر. والبيري فنتريكولر اللي هو بيكون حوالين الفنتريكل due to retrograde transependymal CSF permeation. اما الاثنين التانيين ففازوجينيك إديما اللي هي زي الشجره او فينجر لايك اللي هي بتبقى موجوده حوالين التيومرز والابسيسيز. سايتوتوكسيك إديما اللي هي ريم او زون اوف هايبودنسيتي اللي هي بتبقى موجوده حوالين الاسكيميا وحوالين الهايبوكسيا والهيمورج. في بعض الاحيان بوست تروماتيك او بوست هيغرق او بوست اسفيكسيا او اي حاجه من هذا الكلام، او خد والعياذ بالله المخدرات او الحاجات دي كلها، يجي له الاول ديفيوز برين إديما وبعدين يا اما يكمل يا اما يرجع الى الحاله الطبيعيه. And this is post traumatic post anoxia drug overuse او هزيت الولد وهشتكته. الإديما معناها ان ميه ساحت جوه البرين فما عادش فيه differentiation ولا فيه gray ولا white matter، وكل البرين بقى شبه بعضه. And the ventricles are attenuated لأن البرين is swollen. فالمنظر دوت على أيامنا احنا في العصر الإغريقي كان هو ده النورمال سيتي برين بتاعنا، لأن البرين resolution كان منيل بنيلة، وبالتالي البرين كله طالع كده سايح على بعض. فكان منبهين علينا انك ما تنفعش تشخص واحد عنده برين إديما إلا لما يكون الconscious level بتاعه وحش. يعني مش معقول واحد مخه ورمان قد كده وماشي عادي جدا وبيكلم الناس وبيرد عليهم من كده، يعني الاقل يكون كوماتوز دي اما يكون سيمي كونشس عشان تقدر تشخص ان هو عنده ديفيوز برين إديما. ده على ايامنا احنا، لكن دلوقتي السي تي از فيري جود ريزوليوشن ان يو كان ايزلي ايدنتيفاي البرين إديما. And this is normal CT brain showing the gray white matter and this is diffuse brain edema with hemorrhage كمان inside the edema نفسها. And you know ايوه بس الهيستوري نمرة واحد مهم جدا. And this is post traumatic. زائد انا قلت في الاول خالص ان الاسكيميا اول ما بتبتدي بتكون إديما وبعد كده تدخل في تشو اسكيميا بعد كده. يعني you cannot discriminate الاثنين من بعض، يعني ما تقدرش تقول ده إديما او تقول ان هو
ان هو اسكيمي. ولو عملت ديفيوجن الاثنين هيعملوا ريستريكشن، مش الايديما ما بتعملش، لا الايديما والاسكيميا بيعمل ديفيوجن ريستريكشن، وبالتالي ان يو تريت ذا بيشنت على ان هو ايديما. كل الناس بتعمل كده عشان يرجع في كلامه. افرض ما رجعش وكمل، يبقى خلاص، يبقى احنا دلوقتي ان ذا اسكيميك فيز. اوكي، and this is post traumatic brain edema، وده مشهور قوي في الاطفال، انه لما يتخبط خبطه او حد يهشتكه او بتاع ممكن يحصل diffuse brain swelling زي كده هو. then you treat the patient على ان دي ايديما، وتحاول تسحب الميه والكلام ده كله عشان يرجع طبيعي بعد كده. and this is diffuse brain edema، نفس الحكايه. you cannot see the gray white matter، the ventricles are markedly attenuated، there is no cortical sulci. كل ديت علامات من البرين ايديما. البرين ايديما من في الكبار شويه، اللي هم مش طفل قوي ولا كبير قوي، اللي هو العيال بقى اللي انت عارفينهم دول، بيتعاطوا كل انواع المخدرات اللي في الدنيا. فلو يعني زودها شويه وكان عاوز يتبسط قوي 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 قوي، بيطلع على فوق على طول، يعني بيجي له ديفيوز برين ايديما، تنتهي بان هو زي ما انت شايف. And this is diffuse brain edema from anoxic injury. يعني الـ insult هنا يا إما يكون diffuse decreased blood oxygen level أو داخل في ischemia. زي ما بقول أكتر من مرة، and you cannot say this is edema and you cannot say this is ischemia. And كل دوت بيعتمد على الكلينيك. إن صاب أراكنويد هيموريج في النيونات، سب انكرويد هيموريج في النيونات، اللي هو سواء كان تيرم او بري تيرم، ما هوش بوست تروماتيك، اذ احد الاسباب بتاعه الهايبوكسيا. اما في الكبير اللي هو بقى 3 4 سنين 5 سنين، از يوجوالي بوست تروماتيك، ورير قوي قوي ان هو يكون ديو تو رابشر اوف ان انيوريزم زي الناس اللي هم الادلتس. وفي بعض البلاد زي ما انا قلت لحضراتكم، اللي هم فيهم الحوادث السرعه منتشره جدا جدا زي السعوديه مثلا عشان الطرق وكده، لما تتسال في الامتحان ايه هو the most common cause of subarachnoid hemorrhage، ما تقولش rupture of an intracranial aneurysm، and you should say that this is post traumatic، لان التروما هناك is very common، اكتر بكتير قوي من موضوع ان هو rupture of an intracranial aneurysm. then if you see hemorrhage in the pediatric age group and you suspect that this hemorrhage is due to trauma، إلا إذا كان نيونات سواء كان بريترم أو ما كانش بريترم. And this is traumatic intraventricular hemorrhage زي ما حضراتكم شايفين. آخر واحد اللي هو من الانجريز اسمه diffuse axonal injury. لأن diffuse axonal injury معناها إن في injury between the cortex and the white matter at the gray white matter interface. والانجري ديت بتحصل، الناس كلها بتقول كده، لو هو واحد ركب عربية ماشي بسرعة وبعدين مرة واحدة اتخبطت في حاجة فوقف، فالبرين بيقف، نفس الحكاية مع اللي وقف، لكن نتيجة اختلاف التكوين بتاع البرين تيشو ما بين الكورتكس والوايت ماتر، كل واحد من دولت ليه سرعة معينة، فهما الاتنين ما بيقفوش مع بعض، واحد منهم بيقف والتاني ما بيقفش، بيحصل حاجة اسمها شير انجري، يعني قطع ما بين الاثنين. قطع ما بين الاثنين بيبان في السي تي على هيئه نقط صغيره، عباره عن هيموراجيك ليجنز، نقط صغيره كده، نقطتين ثلاثه اربعه على حسب التروما نفسها. لان اف يو سي ذس ابييرنس في واحد صغير او واحد كبير، ممكن عليك سهل جدا انك انت تقول ذس از اكسونال انجري اند ذس از ذا ابييرنس، انك انت واحد بوست تروماتيك وبعدين لقيت عنده نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا وجايز هنا والكلام ده كله. And you know that this is axonal injury. And these are the most common sites for axonal injury. نمرة واحد the superior frontal gyrus، اللي هو تقريبا في نفس المكان هنا. The frontal and the temporal gray white matter interface، لأن معظم الليجنز دي بتحصل ما بين الجري والوايت ماتر. وبعدين بص الـ lateral aspect of the brain stem، دي حتة مهمة جدا من الـ injuries، وكذلك the corpus callosum. ممكن hypodense lesions بس commonly they are hemorrhagic، commonly they are hemorrhagic عشان دي تروما، قطع ما بين الاثنين. في نقطة مهمة جدا، ان الواحد ممكن يكون عنده axonal injury ما يبانش خالص في الـ CT،
يعني بص السي تي ممكن يكون نورمال في حوالي 90% من الحالات، وطبعا لو كان نورمال خلاص انت هتشوف ايه. لكن if you برقت كده شوية صغيرين and you see this hemorrhagic focus and this hemorrhagic focus, then you know that this is diffuse axonal anemia. وخلي بالك بقى ان الناس دولت بالرغم ان البرين بتاعهم بيكون شبه نورمال، لكن بيكون هو متدهول على الاخر خالص. This is a severe injury. الكلينيكال بتاعها افظع بكتير جدا من اللي موجود في الاشعه. الكلينيكال اوحش بكتير قوي من اللي موجود في الاشعه. Then you look here and you see a hemorrhagic focus, another hemorrhagic focus, واحد hemorrhagic focus, and you are able دلوقتي انك انت تشخص diffuse axonal injury. And this is also diffuse axonal injury, and you see multiple hemorrhagic foci, both traumatic, in the brain tissue, and some of the hemorrhage may extend inside the ventricle, من الحاجات المعروفة. And this is also the classic appearance of axonal injury, and you see foci of hemorrhage, and you may got some hemorrhage inside the... إيه؟ hemorrhagic؟ فين الكونتيوجن؟ أول حاجة الكونتيوجن زي ما احنا قلنا لازم يكون كورتيكال. الكونتيوجن لازم يكون على سطح المخ. الكونتيوجن اللي هنا لو واحد اتلسع أو شك أو بتاع بيكون على سطح الجلد والحتة بتحمر وتبقلل. ده أحد مميزات الكونتيوجن اللي لازم يكون كورتيكال. والكونتيوجن أصلاً في المقام الأول بيكون أسود، يعني an area of ischemic brain tissue أو brain tissue edema. لكن الهيمورج إضافة عليه، والهيمورج ما بيكونش نقطة، بيكون بحيرة كده هو. And these lesions are deeply seated in the brain between the gray-white matter interface, and they are small. كلهم صغيرين، ما عندهمش بطش كبيرة خالص في الهيمورج دوت. And this is the cause of morbidity في اللي انت هزهزته دوت وهشتكته. This is very important to check in baby، او انا حذرتكم اهوت ماليش دعوة. وبعدين ما اي واحد بيجيب عيل بالذات الاولاني بيبقى ما وراهوش حاجه غير ان هو هيشتكي، صح؟ ويفطه في السقف ويجيبه تاني وتفضل تعمل كده لحد لما تجيب له كافي. طيب ذا برين ستيم بتبقى فيها ليجنز، لكن ذا برين ستيم فانكشن از نوت افكتد، وعشان كده الناس دولت ما بيموتوش من الـ ديفيوز اكسونال انجري، لكن بيتدهول قوي، ما بيموتش بس بيداول قوي. And these are the imaging findings: diffuse bilateral multiple lesions, hemorrhagic lesions طبعا في حوالي 80% من الحالات، والام ار جدع جدا في الموضوع دوت. occur at the gray white matter interface لان دوت في الاكسونز اللي هي ما بين الكورتكس وما بين الوايت ماتر. And lesions are ovoid and small، ما عندهمش ولا بطش ولا بحيرات. And more frequently associated with hemorrhage، ما بيكونوش مجرد بقع سودة بس ولكن associated with hemorrhage. And you know ان في الـ pulse sequences بتاعت الـ MR اللي هي الـ gradient images اللي هي sensitive for detection of hemorrhage بيبقى أفضل بكتير، بالذات لو الـ CT طلع normal أو ما أنت شايف فيه حاجة خالص وشايف الـ clinical وحش جدا. Then you have the MRI with gradient، هتلاقي بقى مثلا الحته دهيت مش باين فيها حاجه، لكن في الام ار بان فيها كذا بقعه من الهيموريج. اند يو سي ذا هيموريج ان ذا برين ستيم باي سي تي اند اولسو باي ام ار اي. اند ذيس از ذا ديفرنس بتوين ذا سي تي اند ذا جريديانت ايمج في الام ار. السي تي شاف الليجن دوت، لكن الام ار شاف كذا واحد تاني، يعني ده كان باين بصعوبه شديده لكن باين هنا كويس قوي. ده واحد كان بياخد انتي كواجلانس اصلا، وبعدين جاله حادثه وجاله اكسونال انجري، فكانت في الاول صغيره ونتيجه الانتي كواجلانس بقت كبيره. لكن this is not the usual condition في معظم الناس ان هو يكون بياخد انتي كواجلانس، وبالتالي الاكسونال انجريز لازم تبقى عارف انها بقع صغيره بتيكل هيموريجز ان ذا برين ستيم، ان ذا برين از ويل از ان ذا برين ستيم. 90% من الناس دولت ما بيرجعوش طبيعي ابدا، بيبقى عنده نوع من النيورولوجيكال ديفيسز على حسب المكان بتاع، و10 بس في المية هم اللي ممكن يرجع نورمال بعد سنة. اخر حاجة وديت مش هنستفيد فيها لان احنا المفروض استفدنا فيها في الجماعة التانيين، ان هي vascular intracranial lesions.
ودولت بقى الانيوريزم والاي في ام والكريبتك والكافيرنس والديفلوبمنتال فينس انومالي اللي هي ليف مي الون والفينوف جالين انيوريزم والمويا مويا ديزيز. معنى كده ان لو حضرتك كنت بتمتحن وجي من حظك هذا السؤال اللي هو اتكلم على النيونيتال انكفالوباثي او اسكيميك هايبوكسيك انكفالوباثي في الاطفال او سيريبرو فاسكولار ليجنز ان ذا بيدياتريك ايج جروب، معنى كده انك انت هتمر في الجماعه دول. لو كان هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي فهتتكلم بس على البري تيرم والترم وتخلص لحد اخر الانفاركشن. لو مكتوب لك بقى نيونيتال فاسكولار ديزيز او سيريبرو فاسكولار ليجنز يبقى لازم تتكلم على الشيكن ولازم تتكلم على التروما وتقولهم كلهم زي ما انا قلت كده، ولازم تتكلم كمان على الفاسكولار ليجنز اللي هم دول. مش هنقول دولت، لكن عاوز ننبه على حاجه ان whenever you see a hemorrhage in the pediatric age group في واحد سنين عمره سنين يعني 3 4 5 6 and you know من غير history of trauma ان الهيمورج دوت لازم يكون تحتيه حاجه زي ما قلنا في المحاضره بتاعت intracranial hemorrhage في البرين. لو كان الهيمورج في البرين ستيم suspect very common the cavernous hemangioma bleeding cavernous hemangioma. لو كان الهيمورج في الاذر سيريبرال تيجن دي سسبكت ذا بريزنس اوف ان ارتيريو فينس مالفورميشن اند ذس از ذا بليدنج كافيرنس هيمانجيوما ان ذا برين ستيم ودخلت في الفورس فينتريكل ودخلت كمان في الهيمورج في الاطفال لازم يكون لي تروماتيك ايتيولوجي. اف نوت يو سسبكت ان اندرلاينج باثولوجي اند ذس از ميل 18 سنه وعنده هيماتوما هنا اند انجيوغرافي شود ان هو عنده arterial venous malformation as a blood vessel.